العالم على عتبة تغييرات جذرية، اقتصاد جديد، بيئة اجتماعية وثقافية متغيرة، واقع يمنحنا قوة لم تحظى بها الأجيال السابقة. تمتلك التكنولوجيا القدرة على تحقيق نتائج ثورية في قطاعات العلوم والعناية الصحية والنقل والتعليم، ومعها سيتخطى وجودنا عالمنا إلى عوالم لم تطلها أي حضارة بعد. ابتكارات تقودنا نحو الثورة الصناعية الرابعة ونحو مجتمع إنساني مترابط يتحدى الأزمات الحالية، وسنشهد ولادة عالم جديد مستدام.